إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم على تمام الساعة 5:05 بتوقيت طرابلس. ونستضيف في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة من كل أسبوع صاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة، حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة في هذه الحلقة، إن شاء الله تعالى نذكركم بأرقام الهواتف والتي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-36-0-101، الرقم الثاني 021-36-0-102، الرقم الأخير 021-36-0-103. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر والتي تأتيكم كذلك أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 094-466-5580، الرقم الأخير 094-466-5581. إذا نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة، حياكم الله شيخنا، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا شيخنا. وإياك والمستمعين والمشاهدين والقناة وأهلها. الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيك شيخنا. ما زلنا في أحكام الجبيرة، يبدو أن فيها ما زالت فيها بعض المسائل تريد التوضيح، جزاكم الله خير. فشيخنا مثلا، متى يصح المسح على الجبيرة؟ وتذكر نقطة شيخنا، بعض أهل العلم المعاصرين أو بعض يعني يقول بأن لا مسح على الجبيرة فإنها كالمعدوم، يعني مش لازم أصلا تمسح عليها لأن كأنها شيء غير موجود، كأنها جسم مقطوع. فشيخنا نريد التوضيح في هذه المسائل وأحكام الجبيرة، تفضل شيخنا حفظك الله تعالى. أحسنت أخي وبارك الله فيك. أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صوتي يا أستاذ المخرج، صوتي يتردد في أذني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم، درسنا هو المسح على الجرح أو على الجبيرة. قبل أن أتناول الدرس، اسمح لي وليسمح لي المستمعون والمشاهدون أن أعرج على أمر. هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي، دولة عربية مسلمة تطلب الحماية من دولة اليهود، تحارب المسلمين في ليبيا وفي كل مكان، وتنصر أعداءهم عليهم، وبعد ذلك إن أصابها شيء استغاثت بدولة الصهاينة الكيان الصهيوني. وإن تعجب يا أخي، فإن العجب لا ينقضي. في عقود مضت، دولة عربية قيل إنها أسمت أحد مساجدها ببوش،
يعني رأت أن الرئيس الأمريكي قدم لها خدمة ونصرها، فأردت أن ترد له الجميلة، فأطلقت اسمه الكريه على أحد مساجدها أو على كبير من مساجدها أو مسجد كبير من مساجدها، وإن تعجب فإن بلدي أيضا تطلق اسم شيخ على مسجد في طرابلس عند تجديده وترميمه، وكان هدمه أو ما أصابه من بعض فتاوى المشايخ الذين أقروا حفتر على ضرب طرابلس ونصحوا أتباعهم بالقتال معه بحجة أنه يقاتل الخوارج. حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية وفتاواهم وأقوالهم معروفة في من يحمل الجنسية الغربية، وهم متشددون في ذلك، يعني لا يفرقون بين يعني من يحمي نفسه وبين من يريد أن يكون زعيما إلى غير ذلك. على كل حال يوضع اسمه على مسجد في طرابلس، فسبحان الله لما زمان في ذلك المسجد الأول قلنا هذا لا يجوز، أو يقول المسلم هذا لا يجوز، لكن أسموا كافرا أو أسموا المسجد باسم الكافر باسم كاره المسلمين، لما رأوا منه مصلحة دنيوية قدموها على الشرع. لكن في بلادنا ما قدم مصلحة بل دمر البلد. يعني لو كنا نتكلم هكذا دون يعني، وهذا لا يجوز هو، ولكن تنزلا عند المصلحة والمفسدة لذاتها، عند المصلحة والمفسدة لذاتها بغير النظر إلى الشريعة، تنزلا بين قوسين تنزلا. فذاك الكافر أسمي أو أسمي المسجد باسمه لأنه قدم لهم مصلحة منفعة حررهم، قل ما تريد. لكن أن الفتوى يعني تزيد المريض علة والطين بلة وتدمر البلد وتقتل فيها المهج وتدمر فيها يعني جزء كبير من طرابلس ثم نكرم أولئك، لو وقع هذا في بنغازي لقلنا بالمعيار المصلحي وغيره دون تنزل يعني. لكن في طرابلس التي دكت دكا وأعانت الفتاوى في دكها وفي نصر هذا الرجل الدموي وزهقت الأرواح، وتعلمون كما قال كما معروف الأثر يعني لو اجتمعت عليه أهل صنعاء 8 اشتركوا في قتل شخص فأخذ منهم القود ويعني وأقيمت عليهم الحدود بجميعهم، وقال لو اجتمعت عليه أو اجتمع عليه أهل صنعاء، يعني هؤلاء مشاركون. لكن العناد ربما يزيد أكثر، نقول هو المسجد هو المسجد حتى ولو سموه باسم بوش فضلا عن مسلم، بل هو مسجد. لكن والله إن نفوس الذين يعني حرقت أكبادهم من القتل والتدمير والفساد يعني يصيبها ما أصابها إذا أردت اسم من أعان على قتلهم على مسجد يعني يأتيه المسلم ليشعر بالطمأنينة وليعبد الله سبحانه وتعالى وحده. الأمر الثاني أو أن أقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما فعل فاعل
هي أيام، هي سنوات يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا تبقى الأسماء الجدلية أبدا. يعني كلما دخلت أمة لعنت أختها، لا تبقى الأسماء الجدلية، تبقى الأسماء اللي هي محل اتفاق تبقى، نعم، لكن الجدلية لا تبقى. وما أمر مسجد السيدة صفية عنكم ببعيد، قبل أن يفتتح مسجد صفية، مسجد السيدة صفية كذا، والآن يصبح مسجد يكون يعني يسمى بمسجد طرابلس. المسألة هي وقت فقط، مسألة وقت. ولكنني أقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، هل بعد أن تتصرف وزارة بخلاف ما تريد حكومتها ويريد شعبها، أفوق هذا خروج عن الحاكم؟ أفوق هذا خروج؟ هل هذا فوق هذا خروج يا إخوتي؟ هذا هو أم الخروج. ويقال للشيخ إن حفتر يقاتل الخوارج، إن لله وإنا إليه راجعون. المسح على الجبيرة قالت به المذاهب الأربعة، ولذلك لا نسمع شذوذ بعض أهل العلم، شذوذ بعض أهل العلم كابن حزم مثلا وغيره، يعني سواء الشذوذ بمعنى المصطلح في الحديث، بمعنى التفرد، بمعنى ما أردت، فهو شذوذ. تبقى المذاهب الأربعة متفقة على جواز المسح على الجبيرة، وتكلمنا عن مسألة الحديث الضعيفة وعن غيرها في اللقاء السابق. المسألة هي من باب التيسير والمحافظة على الصلاة وعلى الطهارة. إمرار اليد المبلولة، اليد بها بلل، يد بها بلل، على الجرح أو غيره بوجه شرعي، بوجه شرعي. إمرار اليد المبلولة الجرح نفسه أو على فوق الجرح بوجه شرعي مرة واحدة. مثلا إذا كان في اليد وتغسل في الوضوء ثلاث مرات، لا نمسح ثلاث مرات، لأن المسح مبني على التخفيف، مبني على التخفيف. وهي رخصة جائزة إذا كان الضرر منها ليس بالقوي. أما إذا كان الضرر قويا يصل إلى الهلاك والقتل، أو إلى إعدام عضو، أو إلى يعني زيادة كبيرة في المرض، أو تأخر شديد في البرء، أو يحدث مرضا قاتلا أو شبه قاتل، يقول العلماء المسح واجب، المسح واجب على الجبيرة، على الجبيرة. إذن مسألة تخفيفية، والناس كثيرا ما يحتاجون إليها. يصاب الإنسان من حرق، من دمل، من أشياء في الجسد، من عملية، من شيء في العين، يعني كثيرا ما أهل المرض يعني بالعين بالرمد كذا، يقول للطبيب ما تغسلش، كيف ستوضأ، كيف سيعمل؟ بعض الناس يلجأ طول إلى التيمم. لا، هي درجات، سنتحدث إن شاء الله تعالى في لقاء آخر متى ينتقل الإنسان من المسح على الجبيرة إلى التيمم. لكن هناك في قضايا تتعلق بكل الجسد، ببعض الجسد، بأمور كثيرة، فنقول من أصابه جرح فإما أن يمسح عليه مباشرة، يعني الجرح هذا البلل بس ما يضرش. احنا الآن ما دام في جرح وفي الغالب الماء يزيده ويحدث فيه ألما وتأخرا، نقول الغسل الآن حولناه، سقط عنه فرض الغسل، سقط عنه فرض الغسل. بقي مدى إما أن نمسح عليه مسحا خفيفا ببلل اليد ويتحمل ذلك، حتى إن بعض العلماء يقولوا باب المسح على الجرح أو على الجبيرة. إذن في مسح على الجرح، في مسح على خفيف
بل ما تصب عليه المية والله تدلك بقوة والله حاجة، لا لا لا، هو الدرك خفيف في كل الأحوال، لكن مسح إذا كان المسح الخفيف لا يضره فتغسل مثلا اليد أو ما سواء في مكان يعني من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل، تمسح وبعدين تغسل آسف وبعدين تمسح بيدك حتى لا يتشبع الجرح بالماء فيتأخر برؤه أو يزيد ألم أو يزداد ألما أو غير ذلك. هذا إذن إما على نفس المحل بالماء يعني من غير عصابة من غير لصقة من غير شيء على طول وما يضركش، فلا تنتقل من الجرح إلى الجبيرة إلا بعد أن يكون المحل ما يتحملش المسح. إذن بعض الناس جرحه خفيف أو ما يأترش فيه الغسل يمسحه، هذا أول التخفيف، هذا أول التخفيف. ثاني التخفيف على الجبيرة يعني اللصقة أو اللصقة اللي عليها الدواء حطها على الجرح يمسح عليه، يمسح لا يمسح مباشرة على الجرح وإنما يمسح على اللصقة اللي فيها الدواء به. فإن خاف حتى ولو يمسح أثر الماء هذا يضر حتى المسح يضر، تقول له الشريعة فعلى عصابة، خذ حاجة زي الفاشة زي كذا عصابة كتانة ولفها عليه بس المية ما توصلش مطلقا إلى الجرح. قالوا أيضا إذا كان عصابة واحدة ما كفتش يدير أخرى وهكذا إلى أن يقي نفسه من 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 أذى الماء، من أذى الماء. هناك تنبيهات أريد أن أنبه إليها، ما هي؟ الأول لعل بعضكم أن يسمع في المسح الخفين أن تلبسه على طهارة، شرطه أن تلبسه على طهارة، فتقول حتى هذا يجب أن يلبس على طهارة أو يوضع الجبيرة أو العصابة على طهارة، لا، سواء وضعته على طهارة أو على غير طهارة فيصح المسح عليه، المسح عليه. من الأشياء المهمة أيضا في الجبيرة، في الجبيرة أنها قد تتسع عن موضع الجرح، يجوز لك أن يعني ما تدرهاش بالضبط على الجرح، ربما وأنت تغسل يدخلها الماء يكون الماء قريبا منها، فلو اتسعت الجبيرة عن الجرح لا بأس، يعني الجرح مثلا 2 سنتي 3 سنتي وأنت وضعت 5 سنتي 6 يعني كان ضافية من هنا ومن هنا لا بأس، لا بأس، هذا ما يضرش. ليه؟ لأن المسألة مبنية على التخفيف، إن تسعت عنه حتى واسعة زادت يعني للضرورة لإبعاد الماء. الشيء الثاني وهذا مهم جدا يجب أن يتعلمه الناس هو أنك وأنت تمسح على وأنت تغسل ما حول الجبيرة لا تقترب من الجبيرة. بعض الناس يدير جبيرة ويغسل جنبها يدخل الماء تحتها فيؤذيه، لا لا لا، لك أن تزيد فيها أن تكون واسعة بعيدة عن موضع الجرح، فإذا غسلت ما فوقها وما تحتها يعني من مثلا نبه باليد الآن ما فوق نحو الأصابع أو ما تحتها إلى الذراع أو من الجانبين فلك أن تبعد الغسل عنها أو الغسل عنها. ما شو ندير؟ نمسح على الجبيرة ونمسح على شيء هو المقارب للجبيرة، السنت الرابع والخامس والسادس نمسح عليه مسح أيضا، يا إما أن نكبر الجبيرة بحيث تبعد عن الأصل الجرح وإما أن نمسح ما قاربها أيضا، نمسحه ولا نغسله حتى نبعد الماء عن موضع الجرح. انظروا يا إخوتي الآن إلى هذا التيسير يعني من الله سبحانه وتعالى في شرعنا. به التنبيه الثاني أو الثالث، الوضوء والغسل حكمهما واحد،
من حيث الجبيرة أو من حيث المسح على الجبيرة الوضوء والغسل سياني، كما تمسح على موضع الوضوء تمسح على جسدك، لأن الجسد الغسل يعم سائر الجسد بالماء. فإذا كان في موضع لا يحتمل الغسل فنمسح عليه، إذا نمسح في مواضع الوضوء ونمسح في مواضع الغسل. لأن بعض الناس عندما يقول للطبيب في أعينك في عملية مية زرقاء ولا بيضة ولا كذا يدق أسبوع ما يصليش، لا يا أخي، لا، هناك تكييف شرعي للغسل والمسح وتكييف شرعي للصلاة، ما يبيكش تركع هل ما تركعش إلى غير ذلك، في تخفيف. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وربي قال ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فلذلك لا، أنا طبيب، ولذلك أقول أنا من هذا المكان لبعض الأطباء، إما أن يعلم بنفسه وإما أن يسأل، يقول أنا ما تندير في عمليات للناس، شو نقول لهم في الوضوء، شو نقول لهم في الغسل. فأنت طبيب تاع المية لما يدير لك عينك وحط عليها عصابة ولا حاجة، فرض يقول لك يا أخي راهو أنت بتصلي أو راك تمسح مسح وبكذا، فمرات يثق في الطبيب أكثر من واحدة من شيخه. والطبيب إما أن يكون شيخا وإما أن يكون سائلا، أن يعلم الناس. فأعضاء الوضوء وأعضاء الغسل سياني في المسح، ولا يجوز لك أن تترك الوضوء بالكلية فلا تصلي، أو أن تلجأ إلى التيمم ولم تكن من أهل التيمم. هناك مواضع تكون فيها من أهل التيمم نذكرها إن شاء الله تعالى. في مسألة مهمة جدا وسادع المجال للأسئلة، لكن نبه عليها. أحيانا الإنسان في وضوئه أو في غسله لا يحتاج إلى دواء. طيب إحنا الآن نتكلم عن الدواء أو الجرح في أغلب أحكامنا، لكن نفترض هو ما عندناش مشكلة، ما عندناش دواء، لكن عند جرح لا يريد أن يصله الماء، ما يداويش فيه، ما عليهش دواء، لكن يا عند جرح عند إمكان يخاف منه إذا أصابه الماء فيمرض أو يزداد، أن يحدث مرضا أو يزداد أو يتأخر الشفاء إلى غير ذلك. يعني المهم، يعني مسح من غير دواء نقول لك جائز، صادر مثلا كثير من ربما بعض الرجال، لكن كثير من النساء إذا اغتسلت وخاصة في الصبح لصلاة الصبح، فإنها إن غسلت رأسها مثلا مرضت أصابها شيء في مواضع ما فيهاش دواء، لكن إن غسلتها أو حتى مسحت عليها يصيبها شيء وما فيش دواء، نقولها لها أن تضع شيئا عن ذلك الموضع وتمسح عليه، لكن لا تزيله لأنها ليست بحاجة إليه. تو الجبيرة فيها دواء أحيانا بحاجة إليها، لكن ما فيش حاجة إليها، فما تشيلهاش نتصلي، لأن الموضع ممسوح، لأن الموضع خيرها هو موضع مغسول أو ممسوح، هي لا تستطيع غسله إذا كان مغسولا ولا مسحه إذا كان ممسوحا، يعني مجرد الميلة فتجعل شيئا يعني عصابة أو غير ذلك وتمسح عليه وتصلي به، المهم أن تقع الصلاة وهو باق وقد مسح عليه، فنابى عن محل الفرض في الغسل مثلا. هذه كثير من الناس يحتاجون، ما هو مش مرضى، لكن لو يغسل في وقت معين وبعدين إذا اغتسل باقي النهار. وهناك أحكام ذكرها الفقهاء تتعلق بالغسل الصبح وغسل الظهر، يعني الظهر تغسل به مثلا عند ارتفاع الشمس يعني. المهم فلها ذلك إذا علمت بالتجربة أو من إخبار الطبيب، من إخبار الطبيب الحاذق. إذن ممكن من غير دواء، حاجة للدواء جرح أو ليس بجرح، ولكنه إن أصابه الماء مرض الإنسان، فله أن يمسح على شيء ويستمر معه إلى أن يصلي به. لما نقول يستمر معه
مش معناها الرأي الجبيرة ما استمرش معك، لا، حتى هي ممسوحة بتستمر، لكن ذاك لا يظن أن يخلعه، ليس الظن أو لا يظن به أن يخلعه في الجبيرة اللي فيها الدواء، لكن فش الدواء قد يظن أنه خلاص توضى به ولا أغسل به وبعدين معاش، لا، إلى أن تصلي هو موجود، بعدين حوله وبعدين حوله. بقي من درسنا على العموم هو مسألة متى ينتقل إلى التيمم وإذا سقطت الجبيرة، وإذا سقطت الجبيرة. ألقاكم به إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. طيب الآن أخ شيخ عبد الباسط أضع المجال للأسئلة. تفضل شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله حفظكم بحفظه. نعم، إذا أخ عبد الله من مصراتة، تفضل أخوي عبد الله، مرحبا بك. السلام عليكم فضيلة المشايخ. مرحبا يا عبد الله، تفضل يا أخي، مرحبا بك. تحياتي لكم ولمن استقبل مكالمتي ولكل مخلص لهذا الحديث. الله يبارك فيك يا عبد الله، تفضل يا حبيبي. أنا طبعا في شوية عتاب لي حوالي قريب 4 ساعة ولا 10 دقائق، وأنا صمت فيكم بالفلوس، الناس يصمتوا فيكم بالبلاش ويسمع فيكم عبر شفرة المدار بالفلوس. طيب بس الله يجعل في ميزان حسناتك، الله يعوضك خير يا سيدي. لا انا يعني مش مشكله، كان نقدر يعني قصدي من كلام هذا من مع شكر مع الاخرين كان نلقاها مع المستقبل المكالمات وكذا. طيب بارك الله فيكم مقدما. فضيلة الشيخ، والله انا احترمكم جدا جدا، دار الاستاذ وفضيلة المشايخ كلهم احترمهم واقدرهم، واقول لكم راهو الجماعه هذه الجاليه السعوديه في ليبيا راهم جاليه الشر، هذه هذيهم لابد من محاربتهم، والله ما يفهموا هذيهم الا لغه، الا اللغه اللي يفهموا بها لغه القوه، اقسم لكم بالله. والله تو امس اول انتم مش عارف عاملين عامله في البراك الشافي اماما منزلنا وضاربيننا وهاني ومهان لان 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 قال شيء ما مشاش معاه مزاج امه. هؤلاء يراهم يستعملوا في مش عارف انا اهليه باللغه العربيه الصحيحه التقيه والله التقيه مش عارف اللي يستعملوا فيها على نطاق واسع زي الشيعه. فهم لما يكون ضعاف ماشي حالهم، كان خذوه كان حصلوا شويه قوه، بس شويه قوه مع شرفه اسوء بكثير، اسوء بكثير من الدواعش. الدواعش على الاقل رجال، الدواعش رجال اللي عندهم قباله، اللي عندهم الطبق زي ما نقوله، لكن هذيهم منافقين جميع الصفات النتنه فيهم. والله العظيم هذيهم لابد ان التوار والشباب يجتمعوا كلهم لمحاربتهم. ودولة الإمارات هذه لأن علشان تستقبل مني هي 18 بيئة فكان نقولها 3 أو 4 بيئة منهم في 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 اثناء بعنوان دولة الشر هذه لهم. نعم. بالنثر الشعري إذا سألتني عن معنى النذالة والسفالة أقول لك طلبك مجاب في الإمارات. إن سألت عن الأوساخ من كل نوع فهناك مجمع الأوساخ والقاذورات. الشرفاء والأطقياء لا مكان لهم في تلك الدويلة ولا مرحبا ولا تأشيرات. لعنة الله عليكم يا أوباش العرب، يا من تخوضون في الرذيلة حتى الممات، مع احترام الشديد لشعبنا المغلوب. بارك الله فيك يا أخي عبد الله، البراء والمدرات، مع عظم احترامي لكم أخوة العرب أخوة الإسلام في دويلة الظلم والظلمات. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا، بارك الله فيكم. نعم، هل في اتصال آخر يا أخوة؟ لا يوجد. صار في الأخ من أمريكا على الفايبر، هل ما زال ولا أغلق انقطع الاتصال وأعاد؟ عادي إن شاء الله تعالى، ما فيش مشكلة. شيخنا بارك الله فيكم، يعني سمعت الأخ من عبد الله المصراتة يقول أن، وفعلا قرأت عن الحادثة هذه، يبدو أن حادثة حقيقية، يعني هؤلاء المداخلة أنزلوا إماما من براك الشاطي لأنه قال وتكلم عنهم والأخطاء اللي بيعملوها فلم يحتملوا فأخذوه وأنزلوه وضربوه. يعني فما هذا العمل في 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 أي ميزان نضعه يعني شيخنا؟ ممكن التنبيه على هذه المسألة، ضرب الإمام الذي ينطق بالحق ويتكلم ينزلونه ويضربونه؟ تفضل شيخنا. هو حقيقة أولا أجيب السائل عن التقية والتقية، هي التقية وليست التقية. كثير من حتى من المشايخ نسمعهم يقولون التقية، لا، مذهب الروافض يقوم على التقية، على التقية وليس على التقية. المعنى يعني يقصد به معنى واحدا، لكن يعني الصحيح في اللفظ هو التقية،
قضية الإجبار هذه والإكراه، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لماذا الإسلام لا يكره؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا كنت أيها الداعية، إذا كنت مقتنعا بما تقول وأنه الحق وأنه الصواب فلا تحتاج لمثل هذا. يقول بعض شراح التفسير خاصة من المحدثين، يقول إذا أكره فهو غير مقتنع بما يقول، هو نفسه غير مقتنع بما يقول، فلذلك يكره الناس على ما يقول. أما أهل الحق فيبينون للناس الحق، والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت. لكنني أقول أيضا حتى أنبه لأمرين. الأمر الأول أن بعض أئمتنا على المنابر أو بعض مشايخنا قد يذكرون أشياء غريبة أو يذكرون أمورا يعني لا يجوز ذكرها، فهؤلاء يقول لهم اتقوا الله، لا تخاطبوا الناس بما ينفعهم لا بما يحبون. القاعدة خاطبوا الناس بما ينفعهم لا بما يحبون. بعض الأئمة يعني يخاطب الناس بما يحبون لا بما ينفعهم، فقد يذكر أمورا تخدش العقيدة أو تخدش أمرا يعني حتى إن جازت لبعض أهل العلم أو من يعلم ولا تجد للعامة. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حتى بعض الأئمة يقول لهم اتقوا الله اتقوا الله. هذا جانب الأئمة. أما جانب المداخل الذين يعزلون الأئمة، قلت وبح صوتي، تحولوا في هذا من بتجيبوا؟ ما هو السؤال؟ ما البديل؟ هل البديل أنتم ومن على شاكلتكم؟ هل البديل أن تخرجه من عبادة الأرض إلى عبادة الحكام؟ أن تخرجه يعني من المختلف فيه إلى غير المختلف فيه؟ أن تخرجه من ممنوع أو مما فيه شبهة شرك إلى عبادة الحاكمين، إلى أن يحكم الحاكم في شرع الله سبحانه وتعالى وهو أمي، ما يفعله الحاكم فهو شرع وما لا يفعله فليس بشرع؟ منين طلعت الناس أنت؟ منين طلعتهم؟ لو طلعتهم إلى السلف حقيقة كما كان أبو بكر وعمر وكما كان الأئمة من قبل، والله نقول لك بارك الله فيك، لكن بتطلع من بلي لبلي. إذا خلي في بلاه الأول لعلنا نستطيع أو يستطيع غيرنا أن ننبهه، وإن كان ما يقول بعضهم عظيما. أنت ما البديل؟ ما البديل؟ البديل يعني بما تفعلون أنتم؟ البديل أن تجعل المفتي في دمائنا على باب مساجدنا نراه صباح مساء؟ البديل أن نكتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعضهم روايات؟ لماذا الرواية هذه ولا تلقاها بكر؟ يعني لو كنت عاقلا، وليه حتى في باب الحديث عن ولي الأمر خلاها إذا كانت في باب آخر؟ البخاري قسم البخاري الأحاديث مثلا سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر في كم باب؟ نعم، لكن كل واحد يذكرها عامة وبعدين بالخصوصي. لماذا هذه بس
فقرة من الحديث ما تناسبكمش، تقولوا والله يعني تبعد وتكتم في كل في بابها وفي غير بابها، إلا أن يكون من خلف ذلك يعني ما يقال، أخفوا في نفوسهم شيئا والله غير يعني الدفاع وخلاص. فيا إخواننا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، وأنا أقول للخطباء اتقوا الله أنتم أولا، وليتق الله من يزعجكم ثانيا، هذا هو الإنصاف عندي. طيب بارك والله أعلم، لكن والله العظيم يا أيها المداخل اتقوا الله اتقوا الله. طيب شيخنا جزاكم الله خير، نتصل بعد المكالمات. نعم يوسف تفضل. أخوي يوسف المصراتة، ونعتذر عن التأخير. يوسف تفضل أخوي. تفضل يا يوسف اسمعني من الهاتف لو سمحت، ما نسمعش فيك يوسف تفضل أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك شيخ عباس. مرحبا يا يوسف، أهلا وسهلا. تحية ليك. تحية شيخ محمد. الله يحييك يا يوسف، أهلا وسهلا بك يا أخوي. أنا عندي سؤال أتكلم عن الغفالة في المدارس يا شيخ عباس. نعم. هم اثنين طبعا التوقف فيها اثنين هي، ولكني سمح لهم المدير ما سعت أن بدل يجيب كل يوم هم الزوج ويتريحوا ثلاث أيام، خلوها كل مرة يجي واحد يتريح سبع أيام. شنو السؤال أنا لو سمحت، شنو سؤالك يا يوسف؟ سؤالي هل يجوز منه قلت كذا ولا ما هو؟ غفلة في المدارس. في المدرسة، في المدرسة مش في غفلة. في المدرسة فيه ماذا؟ غفراء. غفراء غفراء إيه. المدارس. نعم لو سمحت يا اخي قوي الصوت، ارفع صوتك شويه يا اخي المخرج ممكن. الخط ما المشوش. الو غفراء المدارس. نعم ايه التوكه فيها اثنين، هم اثنين. طيب التوكه اثنين فيها اثنين وتريحوا سنه ثلاث ايام. ايه بعدين تفاهموا مع المدير المدرسه عشان شنو بدل يمسكوا هم اثنين في يوم واحد، يمسك كل واحد نفر ولكن يتريح بعدين سبع ايام. فهمت كيف ولا لا؟ إيه نعم. ولا بقى طيب أيوه؟ يعني باتفاق مع المدير يعني. أي بالضبط إيه. ما تمام تمام إن شاء الله. بدل كل يوم أيوه. كل ثلاثة أيام. أيوه. تمام هاي حاضر هاي طيب حاضر. طيب يوسف من البريقة تفضل أخوي يوسف. تفضل يا يوسف من البريقة تفضل يا أخوي مرحبا بك. انقطع الاتصال. طيب ناخذ الشيخ وبعدين في اسئله ان شاء الله نستقبلها يا اخوه. نعم شيخنا يوسف المصراته يقول في غفراء، اثنين غفراء في مدرسه اتفقوا مع المدير ان بدل كل يوم يجوا كل يوم يجوا، اتفقوا كل ثلاثة ايام، اتفقوا مع المدير عادي ما فيش مشكله. هذه فكرتني مساله قبل 20 سنه او اكثر، سألت سماحة المفتي الشيخ صادق ذكر الله بخير عن مسألة فأجابني بإجابة ما زلت أحفظها، قال لي هم دايريننا دايريننا غير بدكوا في رقبتي. اللي يسعوا ليه قال بيدروه بيدروه لكن غير بدكوا في رقبتي، ما أنا مش كان قلت لهم لا بيسيبوا باي. والله هذه ديما قدام يعني تكون نصب عيني حقيقة. ف هذه الامور اولا الذي ينتقل الى مدرسه والله لعمل، عندما يدخل العمل يدخل على العمل المعروف كل يوم، لما يجوا ما يلقوش عمل. هذا ينقسم الى اقسام كثيره، بعضهم تقبل من الكادر الوظيفي يعني يقبل من الموظفين ما يعني يعجز عن استيعابهم، يقول لك احنا والله ما لقينا حتى ونقعمزوا عامل ما فيش ومعرمين وكذا. قد يخول لرئيس العمل ان يجعلهم يعني مجموعه مجموعات، تعال انت يومين تعال انت ثلاثه، قد يرجع اليه المساله ما دام فيش عمل ما فيش عمل، لكن بشرطي ماذا؟ ان يكون يعني تحت الطلب، مش قالوا لك انت ما انا اروح وتعالى بعد يومين ولا ثلاثه تصبح في تونس وتصبح في بنغازي ومسافر، لا يعني التليفون يجيبك
ما إذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى مجموعة كبيرة ضبحوا لك حتى في يوم راحتك، لأن راحة هذه يعني ليس يعني إضافية، هي ليس من حقك بايو. الأمر الثاني، إذا أراد أن يسافر أو يعمل شيء لابد أن يرجع إلى سيده وإلى رئيسه وأن يستأذن منه بايو. وإذا وجد عمل في الدولة يحتاج إلى كذا أن يذهب إليه. هذا بالنسبة للكلام العام. أما بعضهم أنا فاتني أن أقول، وهذا اللي يقسم فيهم أيضا، مثلا أحيانا تلقاهم زوج بس اثنين يشتغلوا في عمل، يقول لي كان نقول المدير يدنا يوم بيوم كل يوم واحد الواحد يزوز. هنا أقول هو المدير إذا كان يخشى الله هو يعني يشوف المسألة. أحيانا الدولة وضعت لهذا المكان شخصين لأنه لا يقوم إلا بشخصين، لا يقوم إلا بشخصين، فإذا يعني سرح أحدهما وقع خلل في العمل، فهذه لا يجوز للمدير أن يفصلهما عن بعض لأنه لا يستطاع إلا بشخصين، لا يستطاع إلا بشخصين. ونحن نعلم العمل أحيانا العمل يسقط الجمعة إذا كان في مكان، يعني إذا غاب عنه يعني يقع ضر كبير بالناس وما عنداش من ينوب عنا والله، يعني فوجب عليه أن يحفظ المكان ولو ذهبت عنه الجمعة في ترتيب معين. فلذلك نرجع إلى كلام الشيخ قبل 20 سنة، تطلع تفتيلهم على التلفاز والله كذا بشبر يوصل الخبر ب10 متر، قال المشايخ لا بأس يسبح. طيب شيخنا يسبح كل واحد يبي يخدم ساعة في شهر، طيب شيخنا ساعتين في أسبوع وهكذا. نعم. طيب. أقول لك هذه ترجع في النهاية إلى إلى إلى, إلى رئيس العمل، وإذا كان كما يقول كما معلش كما يقول الفقهاء قديما لما بيعطوا في 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 في, في الفريضة، الرد في الفريضة لما الفرائض ما تستوعبش الفريضة يفضل شيء، يعني حياتي ياخذ النص ياخذ الثلث والباقي يقعد ثلث أربعة والباقي يقعد ما فيش عاصب يضم المال. فهناك الرد، بعض العلماء يرد على أصحاب الفرائض وبعضهم يعطي رصد لبيت المال. بيت المال يقولون إذا كان منتظما يكون إيه منتظما يعطون له، وكانوا بيت المال إذا كان بيت المال غير منتظم فلا تعطى له. فكذلك حتى المدير هذا إذا كان حتى هو مهالك الدنيا نحكموه في 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 عمل الناس، أما إذا كان هو موجود دائما وأبدا وقدر المصلحة هو، يعني ربما في وجودهم شيء يعني غير جيد أو يحدثون شيء شيئا، واثنين ثلاثة يقومون بالعمل ويتشدد عليهم، أنا مرات 1 من 10 باي فيما أراه صاحب العمل، لكن أن هيك تو يأخذ الفتوى ويطبقوها على عواهنها لا. أقول يرجع إلى صاحب العمل وطبيعة العمل، وإلى إذا كان يتقي الله سبحانه وتعالى، إذا كان من المتقين وعنده ينظر إلى المصلحة. وهذا كثير في بلادنا، لأن بالأصل كيف توظف من لا تحتاج إليه؟ ما هو السؤال هنا، كيف توظف من أنت في غنى عنه في أعمال أخرى في شركات في عمل حر في كذا، لكن احنا لأن صاحبه ولا ولد عمه حط حط حطه برا ويصبح مدرس قريب. وإن كانت أنا لا أريد أتكلم على التعليم لأني يعني كنت معلما في التعليم الأساسي، عندنا متصلين اثنين شيخنا يعني المعلمون والآن وأهل الصحة وأهل البريد يشكروا عملهم. طيب شيخنا عندنا اتصالين، واحد من كندا، محمد من كندا تفضل يا أخي محمد، ومحمد من طرابلس تفضل. أول محمد من كندا تفضل، وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شخص. مرحبا يا أخي محمد. باختصار أهلا وسهلا بك. حياك الله. السؤال الأول، أنا كنت مسافر يوم الجمعة. نعم. وأدركت صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. بعد الرفع من الركوع، نعم. ما أدركتش الجمعة يعني. نعم. فهل نكمل الصلاة ننويها قصر أم نكمل 4 الظهر؟ تمام، هذا سؤال. سؤالك الثاني يا محمد. السؤال
السؤال الثاني في المعاملات المالية عندنا هنا الدفع بالبطاقة. إيه. فأحيانا ندخلوا شخصين للمحل فنشر البضاعة ويدفع واحد يعني. لما جي نراجع الحساب نلقى مثلا حسابه هو 38 ويقول لي ياهن هذين 40، فهل هذه المعاملة يعني اثنين الزيادة هل هذه تعتبر من الربا؟ لأن يعتبر دفعت عليه 38 فقط يعني. صحيح صحيح جميل. جميل. هل اثنين هذه هل اثنين هذه اللي اخذتها منه ويقول لي انا راضي يعني على الرضا يعني. نعم طيب. المسألة الثالثة هي كما تعلمون أن يحدث في الغرب التفرقة بين الزوج والزوجة، ففيه عائلة فرقوا بين الزوج والزوجة، وهل الزوجة في عملها وفي خروجها يجب أن تستأذن الرجل أو ماذا تفعل يعني، رغم أن الرجل لا يمكن الاتصال به ولا ماذا تفعل هذه؟ يعني هي فرقوا بيناتهم طلقوا ولا تفريق هيك وخلاص؟ لا 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 تفريق بس أنهم ما يضربوش بعضهم يعني. من غير طلاق يعني؟ لا بغير طلاق. طيب وش الإشكال يعني هم يحبوا بعضهم ولا ما يحبوش بعضهم يعني؟ هو ممنوع قانونا ممنوع ماش يوصلوا بعضهم يعني. حتى اتصال ممنوع بالقانون بالقانون لكن هو ما طلقهاش يعني. لا ما طلقهاش. تمام تمام هاي شكرا بارك الله فيك يا اخي محمد شكرا. شيخنا الاخ محمد من كندا شكرا محمد. محمد من طرابلس نعتذر لان الوقت ضاق واخي وخليها المره الجايه. شيخنا محمد من كندا يقول كنت مسافر الجمعه الماضيه فادركت الامام رفع من الركوع الركعه الثانيه فكيف افعل في صلاتي؟ هل يقصر صلاته؟ هل هي يتم صلاه الظهر ام ماذا؟ الوقت انتهى شيخنا لعل الوقت نريد السؤال بسرعه يعني. هذا بالنسبه نعم بسرعه ان شاء الله، هذا بالنسبه لي عند مذهبنا هذا فاتته الركعه فعليه ان ياتي بالظهر اربع ركعات عند علمائنا. هناك من يقول ياتي بالركعتين ولكن عند علمائنا هو خلاص فتات الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. طيب شيخنا عند كذلك يدخل صديقه يشتروا شيء من السوبر ماركت ببطاقة واحدة. نعم. فيطلع حساب صاحبه يعني 38 مثلا دولار فيعطيه 40 يعني يقول له خلاص ما عندهاش رقاق يعني قال هل هذا جائز أم لا؟ يقول بالرضا يعني بالرضا. إيه سمعت هذا هو حتى الربا بعينه أو هذا ربا هو كل حال لأن هذا قرضه قرضا ثم استزاد فهذا عين الربا عين الربا. أما قضية أراضي فأغلب الناس يرتضون ذلك. لو جي واحد يعني محتاج لواحد قال أعطيني الآن 1000 دينار وبعد عام رد لك 1500 وأعطاه إلا فسيكون تراضيا تمام الرضا، لكن هذا يقلب الحياة يصبح المال هو اللي يتحرك بس وبدون حركة في الحياة فهذا ربا لا يجوز له. أما قضية البطاقتين عن بعض هذا لا أعرفه ما نعرفش، لكن قضية أن سلف 38 ويأخذ منه 40 فلا يجوز. طيب شيخنا آخر سؤال ولو يعني عن رضا يعني نعم رجل وزوجته فرقوا بيناتهم يبدو أنه في كندا يعني بالقانون في مشكلة لكن فرقوا ما بيناتهم الله أعلم لماذا فرقوا، فبالقانون الكندي لا يمكن أن يلتقيا ولا يمكن أن يتصل ببعضهم، فهل يمكن يطلع مع بعضهم يتلاقوا مع أنها زوجته ما طلقهاش شرعا لم يطلقها؟ لا هو فهمت من سؤالها ان هل هي تطلع ما تطلعش من اللي بايدنا ولا كذا؟ اي نعم شيخ غباص ولا مشكي؟ اي نعم هذا هو نعم شيخنا نعم. الو نعم 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 شيخنا نعم. اي هي زوجته هي زوجته واذا اول شيء ما يبقيهما هم مسلمان ما يبقيهما في بلاد الكفر. الله غالب. هل من ضرورة أو من غير ضرورة؟ وما الذي ألجأهما إلى حكمهما إلى حكم بلاد الكفر؟ ثم بعد ذلك هي زوجته فإذا انقطع الاتصال فهي تعلم من عادته ما يجيز لها أن تفعل وما لا يجيز، فما كان يجيزه لها أن تفعله تفعله وما لا يرتضيه
ولا يريد أن تفعله فليس لها أن تفعله. طيب جزاكم الله خير شيخنا، نسأل والله الله أعلم. بارك الله فيكم ونسأل الله أن يحفظكم شيخنا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ورزقكم الله الصحة والعافية، جزاكم الله خير إخوة الأخوات. ختاما جئنا نهاية اللقاء إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.